في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية، وفي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، وأسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 6828 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1390 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات 7820 أرجيلة، إضافة إلى غلق 4749 محلاً مخالفاً لقرار موعد الغلق. كما تم ضبط عدد 66143 شخصاً لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 7867 قضية تموينية متنوعة، من بينها 167 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء، وضبط 26 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 521,136 لتر مواد بترولية وطنين مازوت تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 7674 قضية تموينية بمضبوطات وزنت 5483 طناً و203 كيلوغرام سلع غذائية متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 233,190 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 36,160 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. كما تم رفع 323 سيارة و22 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 606 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 75,441 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 61,489,511 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 267 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من بينها 157 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، ضبط خلالها 583 وحدة وأجهزة إلكترونية مختلفة. كما تم ضبط 110 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 503,203 كتب دراسية خارجية مقلدة ومنسوخة وبدون ترخيص. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 25 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 82,907,220 جنيها.
وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1604 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت 4,360,495,803 جنيها، قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 1,058,776 جنيه.